الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للحزب، أخص بالذكر ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، ممثلي النقابات، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وكذلك أخص بالترحيب السادة ممثلي الإعلام الوطني والجهوي والمحلي مكتوبا كان أو إلكترونيا. رفيقات والرفاق، مندوبي الديوان السياسي للحزب رفيق عسلام الصديقي، عضو الديوان السياسي للحزب المسؤول عن الجهة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، رفيق حكيم قرناء عضو اللجنة المركزية، ورفيق ربيع الوفودي عضو اللجنة المركزية. رفاقي أعضاء اللجنة المركزية بتازا، رفيقاتي رفاقي وحضور كريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة الافتتاحية لمؤتمرنا الإقليمي، وأن أشكركم على تلبية الدعوة والحضور لمشاركة أسرة التقدم والاشتراكية هذه المحطة السياسية الهامة التي نتشرف بأن يؤطرها رفاق نعزهم كثيرا ونكن لهم كل التقدير بما يمثلونه عندنا من كونهم بالإضافة إلى نضالهم اليومي والميداني الممتد إلى عشرات السنين، فهم يجسدون أعمدة حقيقية للحزب في مجالات تخصصهم الأكاديمي غير المتمفصل عن التزامهم الحزبي الوطني. واسمحوا لي بأن لا تعتبروا ذلك مدحا بقدر ما هو واجب الاعتراف الملزم لنا كأجيال تتعاقب على حمل مشعل مدرسة التقدم والاشتراكية دفاعا عن قضايا الشعب والوطن، اقتفاء لخطى عزيز بلال، علي عتا، عبد الله العياشي، عبد السلام بورقية، ومن رافقهم ومن خلفهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من لا زال يحمل هم استكمال بناء مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية. الحضور الكريم، في كثير من هذه المناسبات، في كثير من مثل هذه المناسبات داخل مشهدنا العمومي، تعودنا معكم في هذه المدينة وهذا الإقليم المناضل والزاخر بالطاقات والناطق بالعطاءات، تعودنا على أن نتقاسم معكم تجربتنا الحزبية الملتزمة، حيث تتبعتم معنا منذ بضع سنوات كيف كانت عزيمة شباب هذا الحزب أقوى من الرداءة التي تكون أو التي تكاد تكون سيدة المشهد العام محليا، وكيف تمكن هؤلاء الشباب من إعادة بناء تنظيم حزبي يسعى إلى أن يرقى إلى قيمة ومكانة تازة. وتابع الكثير منكم الجهد النضالي الذي بذله شباب هذا الحزب في الحفاظ عليه مستقلا مكافحا موحدا قريبا من كافة الشرائح المجتمعية، وذا بنية استقبال أكثر ملائمة. وكيف التحقت العديد من الأطر الشريفة التي نعتز بانضمامها إلى صفوفنا. لكن حديثنا الخاص عن شباب الحزب وجب وضعه في سياقه، حيث لم يكن لهم وللحزب أن يحققوا ما حققوه دون تزكية ودعم ومواكبة وتفاعل من رفاق لا تذكر أسماؤهم في المدينة منذ سنين طويلة إلا مقرونة بالتقدم والاشتراكية. فالتعامل الحزبي الداخلي بيننا، وكما تعلمنا في هذه المدرسة السياسية المتميزة، لا يتعين إخضاعه لمنطق صراع الأجيال أو طموحات الأسر أو النزعات الفردية مهما كانت، بل الأصوب أن يتأسس وهو مؤسس فعلا عندنا على الكفاءة والعطاء والنزاهة. لكن ما أريد أن أشدد عليه في كلمتي باسم رفاقي ورفيقاتي هي كون تجربتنا الحزبية بتازة المؤطرة بجدلية الوفاء والتجديد حرصت على أن تظل يقظة ومتنبهة إلى ثنائية الطموح نحو التوسع التنظيمي والانتخاب المشروع، وأيضا الكفاح اليومي من أجل الحفاظ على المعنى والمضمون السياسي لحزب أصيل مثل التقدم والاشتراكية. مقوماته الاتزان والتوازن والاستقلالية في القرار والقرب والانسجام مع تاريخ الحزب وتوجهات هيئاته الديمقراطية الموسومة بالانفتاح التدبيري والصرامة الفكرية والسياسية. لم تكن مسيرتنا الحزبية بتازة المتواضعة
للمسيرة المتواضعة، ونحن نتحمل عبء وشرف تدبير شؤون الحزب مفروشة بالغرور. وتعرضنا في كل مناسبة ممن تزعجهم فكرة السياسة النبيلة والجدية إلى سيل من محاولات التحجيم والتأثير وكبح الجماع، لكننا في كل مرة كنا ننهض ونستمر بتلكم الخطى الثابتة في يقين تام بأن هذا الوطن وضمنه هذه المدينة يستحق التضحية والبذل، وأن حزب التقدم والاشتراكي الذي أنجب رجالات الدولة والميدان من طيلة الكبار لا زال قادرا على إنجاب المزيد والمزيد. نعم، ارتكبنا أخطاء في التقدير حينا وفي الاختيار حينا آخر، وكانت لنا الشجاعة السياسية اللازمة والكافية لنعلن أخطاءنا وسبل تصحيحها في الوقت والمكان المناسبين، أجرأة منا للنقد والنقد الذاتي، وإيمانا منا بأن وحده من لا يمارس هو من بإمكانه أن يتجنب الخطأ. ومع حصول الحزب على ما يقارب 5000 صوتا في آخر انتخابات تشريعية عبر ترشيح الرفيق المناضل الشاب عبد الرزاق المنصور رئيس جماعة تيلات وعضو اللجنة المركزية، لخير دليل على أن تصحيح المسارات أمر ممكن، كما هو ممكن تحقيق النتائج دون التفريط في نبل ونقاء الوسائل. الآن هنا ونحن على أبواب مؤتمرنا الوطني التاسع في نهاية هذا الشهر، نؤكد لكم وللرأي العام بالإقليم أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل منفتحا على جميع النيات الصادقة، وسيظل مفتوحا في وجه الجميع بنفس الطموح وأكثر ونفس الاستعداد لخدمة القضايا العادلة، مهما كان موقعه المؤسساتي وكيفما كانت الظروف والسياقات. ونذهب كذلك إلى مؤتمرنا الوطني الذي يشكل مناسبة أخرى للتقييم والتجديد وإعادة طرح الأسئلة المجتمعية الكبرى وتقديم ما تفتق عنه الذكاء الجماعي لأطر الحزب ومناضلاته ومناضليه من أجوبة وقراءات وتحاليل ومبادرات. نذهب من هنا فخورون بحصيلة حزبنا وبمكانته ضمن المشهد السياسي الوطني وباختياراته الصعبة، حتى لا أقول مؤلمة ولكن السليمة في نفس الآن، من أجل المساهمة في تعزيز المسار وتأكيد الاستمرارية وتوطيد الاستقلالية والاجتهاد في إبداء مزيد من صيغ النجاعة والفعالية في الأداة الحزبية. وإذا لاحظتم عدم تعرضنا لقضايا ومستجدات الساحة الوطنية في ارتباط مع حياة حزبنا، فذلك راجع كما يمكن أن تكونوا قد فهمتم للتواجد المشرف لرفيق لا شك أن له من الأدوات ما سيشفي غليل الجميع. ومع ذلك اسمحوا لي أن أخص الرفيق عبد السلام الصديقي أمامكم بكلمة حق وصدق. لقد كنا ولا زلنا فخورين بأن واكبت مسيرتنا، مسيرة الحزب بتازة، مدينتك وإقليمك، وبأن تواجدت معنا في المحطات العسيرة، ما يجعلك رفيق عبد السلام في أعيننا مثالا للمثقف العضوي. والمناضل والمفكر الذي بإمكانه أن يجمع بين مسؤولية صياغة برنامج حكومي وبين الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والصغيرة لفرع حزبي ومطلب بسيط لمواطن بسيط. وبالمناسبة نتمنى لك رفيقي جميعا النجاح والتوفيق في المهمة المستحقة كوزير للتشغيل والشؤون الاجتماعية في زمن الأزمة، ونحن نعرف أنك من أشد المناهضين للإصلاحات الجزئية التقشفية والمدافع عن الإصلاح الاجتماعي الشامل الذي لا تتحمل عبئه الفئات المستضعفة. وفي الأخير أرجو لجمعنا هذا أن يكلل بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا رفيق السوسي ماجي، كاتب إقليمي تازة.
على كلمته باسم الفرع الإقليمي. لن تفوتنا هذه الفرصة أيها الحضور الكريم دون أن نسمع صوت الشباب، أي أن نعطي الكلمة لرفاقنا في الشبيبة الاشتراكية. فليتفضل الرفيق عمر منصور الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية.